من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أسف بلاده بخصوص استمرار الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء. كما شدد باشينيان بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين. فخامة الرئيس أرمينيا تتأسف جدا بخصوص اشتداد الأوضاع في قطاع غزة وبالتالي عشرات آلاف في الضحايا الأبرياء، فإحنا نتأسف، فإحنا شهدنا بأنفسنا هجمات على المدنيين السلميين وعلى البنية التحتية المدنية، وبالتالي احنا نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وبالتالي احنا كمان نشيد بخطوات جمهورية مصر العربية لادخال المساعدات بدون اي عقبة، وكمان لاستقبال جرحى الفلسطينيين يعني إجلاء الأجانب.